لحتى عن جد ترتاحوا، لأنه أنتوا لأنكم عم بتكونوا هيك شوي متوترين من بعد البرايم، تجوا تاني يوم هيك بتكونوا لأنكم ماكم عم تتنفسوا، ما عم تتنفسوا منيح. يعني كل الوقت أنتوا شو عاملين يعني هيك مشنجين؟ ليكوا سؤالي كيف تكتفت حنان مكتفة، شانطال مكتفة، كله هيدا ما عم يساعدكم لا تتنفسوا. شيلوا إيديكم، تنفسوا. إيه اوكي، لانه حتى بلاحظ انتم بالكواليس، انتم بالبيك يعني انتم عم تتمرنوا، انتم عم تتمرنوا، ما بتعطوا نفس هيك قيمته. لازم تتنفسوا لحتى ترتاحوا، ما عم ترتاحوا لانكم دائما بتحكوا، دائما بتغنوا، دائما عندكم تمارين. دائما لازم من وقت للتاني بالاكاديميه، حتى لما انا ما بكون هون، تكونوا شو عم تعملوا؟ تكونوا عم تتنفسوا، لأنه النفس بيساعدكم لحتى الأكسجين يرجع يفوت على جسمكم، وبالتالي كمان لترجعوا تروقوا. يعني كل ما فات النفس أكثر، كل ما صار الأكسجين عم يرجع يشتغل أكثر برواياكم، كل ما صار الدم عم يشتغل أحسن بجسمكم، كل ما رقتوا، كل ما راق التوتر تبعكم من لو شو ما كان. يا ما ينقطع نفسكم. رافائيل افتح تمك مرتضى، افتح تمك اكثر، انتو عم تتنفس. سهيلة خدي نفس. يس، ونزلي. مبال تنفسي، شانتال تنفسي، ناخذ نفس ومنطلعه. يس يس، على الاخير قد ما فيكم تكبروا السيركل كبروها. قد ما فيكم كبروا السيركل، يعني خدوا نفس. إذا بدكم فيكم كمان تعملوا هيدا الصوت يلي هو لحتى يطلع كل الوهنة. حدا منكم رح يحس حاله أنه داخ، صح؟ أوكي، لأنه صرنا فترة ما تنفسنا بهيدا القوة، بس بترجعوا بترتاحوا. It's okay مروان. حدا منكم رح يبلش يحس بكتافه في ضغط عم بيروح، هيدا لأنه من التوتر والتشنج يلي أنتوا عايشينه. برافو أنيس، تحت أمك أكتر، عبي كل الديافراغم وطلعوا للأخير، يعني طلعوه. يس أوكي، آي كونتاكت. جاست آي كونتاكت، ما نضحك. كملوا كملوا بليز، ما قلت سويتش. بليز إلكن أكثر من أسبوع مع بعضكم، صرتوا أصحاب. مروان ومبال، مروان بليز جربها، بليز جربها، بليز جربها. يا في حدا؟ أوكي إتس أوكي، اتس اوكي. انتوا لكم اربع او اسابيع واكثر مع بعضكم بالاكاديميه، صرتوا اصحاب، عندكم كثير اشياء تتشاركوها، بتحكوا مع بعضكم، بتختلفوا مع بعضكم، بتتصالحوا مع بعضكم، بس ولا مره عملتوا هالاي كونتاكت مع بعضكم لانه تتبادلوا كمان هالمشاعر الحقيقيه بدون ولا اي كلمه. سويتش بليز بارتنر، يلا سويتش، غيروا. بليز بلا حكي. بدي اياكم تقولوا له او تقولوا له ثانك يو على شيء. بس بدي لما الشخص يقول لحدا ثاني ثانك يو، الشخص الثاني يسمعه منيح ويضل حاطط عينيه بعينيه يسمعه لحتى يخلص. لحظة هلا بقلكم على صوت عالي. يلا بس.
يلا سويتش 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 بدلو. انا اساس ما حدا بيحبني مش هيك؟ لا بلا كله بيحبوك انت. في كده من جواك انسانه نظيفه نظيفه قوي. بشوفك بحس ان مثل البراءه والادب والاخلاق والجمال. لا سيبك من الجمال اللي بره كله قالها بس الجمال اللي جواك انا اكتر واحده بحبها في الادب. حبيبتي انا انسانه قديمه كويسه ونظيفه لانك دايما جنبي بقلبك قلبك ابيض قوي. يلا حبيبتي يا روحي عندك واسع من كان على السيركل لسه ما انت عم حبيت انه بس فوت ما اكون عم فوت مثل العاده لعندكم ويكون هيدا اللي عم نسلم كثير دغري نفوت على الجد لان كان بدي اياكم تختبروا هيدا الشيء لانه انا مأكد انه هلا انتم مش مثل قبل انا ما فت لعندكم صح مين حس تغييرات يرفع ايده جريت انا حسيت بقوه من هيدي علي شو حاسس تغيرت وحسيت اني قوي اكثر مروان مع انك ما قدرت تعملها اول شيء بحترم انا هيدا الشيء بس انا قلت لك روح على المسرح بس مشان ما تاثر على البقيه لانه عارف انه في كثير ناس ما هن قادرين يعملوها بس انا برجع بدعيك مروان تعملها اكثر لانك تتعمل كونكشن مع مشاعرك شغله كثير مهمه للفنان حاعمل هلا معكم كمان حنعمل هيك تقنيه لحتى ترتاحوا جريت يلي بدي اياكم تشيلوا كل شيء بين ايديكم تشيلوا اجريكم عن بعضهم ما يكون في شيء مضايقكم بجسمكم يعني ما يكون في شيء حاسين انه مضايق اوكي يلي حاعمله هلا رح روح انا وياكم على رحله برحله اوكي لا. رح روح انا وياكم برحله على البحر شو رايكم طيب بدي اياكم تغمضوا عيونكم بس وتتنفسوا وتروحوا معي بهالرحله وحتشوفوا ايه هيك كل التوتر يلي موجود فيكم تخيلوا وكأنه هيك هيدا التوتر مع كل نفس عم بتطلعوه عم بيروح من إيديكم ومن إجريكم رح عد أنا وياكم من العشرة للواحد ومع كل ما رح أنزل أنا رقم رح تشعروا بالراحة أكتر لأنه رح عقلكم يطلب من جسمكم أنه يرتاح أكتر وأكتر عشرة راحة تسعة راحة ثمانية راحة أكبر خمسة راحة أكبر أربعة راحة ثلاثة راحة اثنين راحة أكبر واحد راحة أكبر بديكم تتخيلوا حالكم قاعدين على شط بحر السما زرقاء الرمل دافي كتير انتو قاعدين عم بتحسوا بحرارة الرمل على اجريكم كمان بنفس الوقت عم بتحسوا بأشعة الشمس كيف عم تضرب فيكم عم تسمعوا زقزقة العصافير يلي عم تقطع على الشط عم بتشوفوا المية اللي عم بتلمع على هالشط الحلو كتير بنفس الوقت انتو قاعدين مرتاحين وكأنه هيدا أكتر لحظة تحسوا فيها انه انتو مرتاحين ومبسوطين كرمال هيك ما فيكم تطلعوا غير ما تكبوا بقلب هالسلة كل لحظات الخوف والضعف والقلق اللي عشتوه يلا كبوا فيها كل شيء زعجكم كل شيء قهركم كل شيء خليكم تكونوا منكم مبسوطين قديش حلو الشعور انه واحد يحس حاله هيك خفيف مرتاح من كل خوف وقلق وتعب وزعل كرمال هيك بديكم تحسوا حالكم قديش صرتوا خفيفين من بعد ما شلتوا كل هالتعب طلعوا على هالجسر ناطركن فوق صندوق كمان مكتوب عليه اسمكن بلون أصفر هيدا الصندوق لإلكن افتحوا هالصندوق وشوفوا شو فيه
في بقلبه مفتاح. هالمفتاح الهيئة فيكم تفتحوا فيه كتير اشياء اني انجح فيها. انا قررت اني كون رقم واحد، ما رح وفر اي طاقة او اي مجهود لحتى عن جد كون الرقم واحد. انا بستاهل اني كون رقم واحد. كرمال هيك رح اعمل كل ما بقدر حتى استحق هالتجربة. كملوا على هالجسر، لانه بكعب الجسر في بيت صغير، وهالبيت مسكر. بس ما تنسوا انه انتو معكن المفتاح، فيكن تفتحوا. افتحوا هالبيت وفوتوا، رح بتشوفوا بقلبه غرفة معلقة فيها صوركن. صوركن اول ما جيتوا على هالدنيا وكنتوا ببيات صغار. صوركن مع أهليكم، صوركن مع أصحابكم، صوركن مع الناس اللي بتحبوهم، صوركن بلحظات عشتوها حلوة لما كنتوا صغار، لما صرتوا تكبروا شوي وشوي. كل لحظات حياتكم الحلوة محطوطة بصور، لأن كل هاللحظات هي اللي جابتكم لهون. كل هاللحظات الحلوة اللي عشتوها هي اللي جابتكم لهون. بس بدكن تفتحوا عيونكن وترجعوا على الصف، قلكن أهلا وسهلا. الحمد لله على السلامة. هاي حدا معه مجهل؟ جود. طيب شو بدنا نعمل هلا؟ بدنا نغير الجو، بدنا نغير. شو بدنا نعمل؟ يلا قوموا قوموا تحركوا، نعملنا رقصة، نعملنا غنية، نعمل شيء. كيف كانت الرحلة مروان؟ ما بال علي واو هايدي اسمي بيانكا ازاي؟ يلا هاي هلا اي سوير انه هلا انتم اليوم حتناموا كتير خفيفين مرتاحين، كل الضغط راح.